احس يعني اخر خبر هذا اخر صيحه. قال لكم اي حد يتكلم او يتطاول او يحاول يضحك او يستهزئ بتضحيات ابناء القريه في عدن فعليه غرامه 1,000,000 ريال يمني وسجن 6 شهور. ممنوع تستهينوا بتضحيات وبامال وبمطامح ابناء القريه، ممنوع. القاعدة حقهم في دبي وعايشين والشعب ميت، لكن ممنوع تتكلموا، ممنوع تتكلموا ان القيادة سارقة، ممنوع، ممنوع تتكلموا ان القيادة فاسدة، ممنوع، ممنوع تتكلموا ان القيادة شوية مرتزقة وعبيد عند عيال زايد، ممنوع تتكلموا ان هاني بن مرك اكبر حلم له انه يكون قهوجي عند محمد بن زايد، ممنوع. اي حد بيتكلم منكم سجن 6 شهور وغرامة 1,000,000 ريال. قلنا لكم هذولا قرود، هذولا ما همش حق دولة، ما قد حد سواها. انك اذا استهزيت بتضحيات وبطموحات ابناء القرية عليك 1,000,000 ريال وسجن 6 شهور. وايضا عيال عدن وابناء عدن يطالبوا انهم يعني جالسين يجهزوا لمظاهرة عشان يخرجوا، طالبوا بحقوقهم. فالجماعة عقدهم مجهز لهم ان اي حد بيخرج هو مرتزق، ولا وانه كلهم الذي بيخرجوا اخوانيين، وانهم وانهم وشتو يشلهم السجن ويدغدقوهم. فاعتقد واطالب ابناء عدن ما عاد في مظاهرات سلمية، خرجوا بسلاحكم، وما هذا لما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، وما اخذ بالسلاح لا يسترد الا بالسلاح. تحياتي لكم.